حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر وينسور حفل القداء الذي أقامته صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، تكريما لجلالة الملك المفدى بمناسبة حضور جلالته مهرجان رويال وينسور للفروسية. وتبادل جلالة الملك المفدى مع صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية الأحاديث الودية حول العلاقات التي تربط العائلتين الملكتين في البلدين الصديقين، إضافة إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده العلاقات المشتركة من رسوخ وتطور في كافة الميادين بهدف تحقيق كل ما فيه خير للشعبين الصديقين.